السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير يا رب العالمين. صحة والعافية والكرم بتسلم عليك يا الخير يا أهل الكرم. منوريني مشرفيني على قناتي قناة كوسابريس تي في. فورتنايت أطلقت النهاردة سيزون 7، فاحنا النهاردة هنكتشف مع بعض السيزون وهنشوف كل حاجة فيه وهنشتري الباتل باس مع بعض. يلا بينا يلا بينا. الضحك حلو قوي. يعني احنا دلوقتي هنبدا الباتل باس بتاعنا، واحنا عندنا 5 فري تير، وده طبعا عشان احنا اشترينا الباتل باس اللي فات. اوكي يا شباب، انا دلوقتي زي ما شايفين شحنت في بوكس واشتري الباتل باندل و25 تيرز. يلا جزيل، 1 2 3. هولي شيخ. اوكي نيكست ايتم، شوف الحاجات اللي احنا فكناها. اكس بي طبعا اولانيه والثانيه والثالثه وحاجات كده اهو. ايه ده؟ عندي 2 تشالنج عشان لازم اعملهم، وعندي 5 فري تيرز ثاني، وهنا اهو وكامو اوكي وشنطه وهارت. ايوه اديني. زقفوني اشتريت 25 تيرز. اوكي والجلايدر بتاع سانتا اوكي، جي جي، والهامستر اللي هموت عليه روعه. اوكي انت كده ننزل كده بالشكل الفشيخ ده، شنطه والسنومان. سنومان ده شكله حلو، ده عجبني بصراحه. وعند تشالنجات كلها على اكس بي. كامو الاحمر ده شكله هيبقى تحفه. اوكي حته التلج دي، الجلايدر دي شكلها مش بطال، الرقصه دي هي دي. بص بص كده اهو. اوكي و500 في بوكس العربيه. ايوه اوكي زي ما قلت لكم يا جماعه، كامو العربيه، عربيه لونها احمر عجبتني جدا. الاسلحه ارتك، لا طبعا الاحمر جامد جدا. اوكي شجن ممكن، لا الاحمر حلو قوي. والله عسل. مش ممكن. اوكي عندنا سكن البنتي دلوقتي، عندنا سكن الولد، وعندنا سكن الراجل ده. هنلعب بسكن الراجل ده بما ان هو دلوقتي يعتبر في تير 25. خلينا نشوف الرقصة على الراجل ده تبقى عامله ازاي. اوكي اكيد الراجل بقى وقار وكده. عسل. عجبني موت السيزون ده. اوكي نشوف هنا اهو، في دلوقتي بقى في وولف بدل الكلب. اوكي نشوف الجلايدر، انا بشوف الحاجات المهمه. الجلايدر سمكه متلجه، شكل الجلايدر تحفه. والله العظيم يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، الباتل باس هي في اللعبه بتاعت فورتنايت الوحيده الورثت، لان انت بتدفعهم بيرجعوا لك تاني، زائد ان بيديك كموهات واشكال تحفه. جلايدر على شكل
اوه لا 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 حلوه بس هي مش قوي بس حلوه. ودي وانت نازل كده اهو في عندك شراره. لا لا جامد بس صح يا جماعه عاجبني جدا والله العظيم. اسالوا الناس اللي بلعب معاهم هيقولوا لكم ان انا خلاص بطلت تقريبا ان انا العب. مايك دروب وات ذا فريكن فروك. ايه ده والله شكلها حلو قوي. نشوف الاسكنيه دي بقى. لا روشه 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 قوي روشه قوي بيخليك تشتري السيزون غصب عنك. باتل باس اوكي. هامستر لونه بينك شكله كول قوي. يا سو كيوت. اوكي وين اهو بينجوين. شايفين البينجوين اللي في الورا؟ لا 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 شكلها حلو حاجات كلها كيوت كلها متلجه بس حاجات جميله جدا. انا عجباني قوي. اوكي وانت نازل كده برضو احتفاليه زي فاير ووركس وكده شكلها برضو كيوت. شوكت. شايفين كرشو روعة. اوكي وده وولف بس لونه اسود. اوكي نوت باد. الشخصية دي شكلها فاني جدا. انا بحب الشخصيات اللي شكلها فاني او اللي هما بيكونوا غيرين من الشكل خالص. مثلا مش لعيب مثلا اللي هي زي انجولا او ستيف او اي حاجة وبيلبسوه حاجات. لا انا احب ان الشخصية تكون مختلفة خالص. ده شكله فاني عجبني يعني. اوكي كموهات اسود ترمي على حد الهمبرجر بدل ما تحدف عليه طماطميه السنه اللي فات. الجلايدر حلو سو كيوت سو كيوت سو كيوت. هتلاقوني بقول سو كيوت على حاجات كتيره جدا بس للاسف انا عاجبني الهامستر. الهامستر ده هيبقى بالنسبه لي صديق الصدوق. اوكي وانت نازل كده فليم شكلها حلو. نشوف الموزه الجميله دي. واو حلوه قوي ولابسه. بص شو شايفين اللي هو الكلوك اللي لابساه على شكل همبرجر ومطلع على لسانهم. اوكي اللي بعدين نشوف بقى. اوه حلو قوي الولف ده. ولف بس انتلج. لا شكله حلو. الرقصه بقى شكله حلو شكله حلو. اوكي نشوف بقى اخر واحد بقى اللي هو بتاع تير 100 هيبقى شكله عامل ازاي. اوه لا الاسود في الاحمر فشيخه. لا الاسود في الاحمر فشيخه. المهم يا جماعه النهارده وصلنا لنهايه الفيديو. فانت لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لايك. لو ما عجبكش ديسلايك. وتشترك لان في فيديو جديد كل يوم الساعه 8 بالليل بتوقيت مصر على الشانل بتاعتي. اسيبكم على خير واشوفكم حلقات قريبه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قولي لي ايه اكتر سكنيه عجبتك واكتر شنطه عجبتك واكتر جرايدر عجبك. اوكي.